السلام عليكم. اكس بوكس السعوديه بالتعاون مع مكتب الجنين سووا لنا بطوله حقت لعبه فورز، واسم البطوله بطوله الجوله الخليجيه، والجائزه خرافيه بمعنى الكلمه، اقوى جائزه انا اليوم هذا شفته بصراحه. والجائزه ايش هي؟ مزاراتي قبلي 2018. قلبي هو اسمه قلبي ولا قبلي والله انه قلبي. تخيل هذه الجائزه للمركز الاول، فاحنا اللي بنسوي بنشارك بالبطوله، حتى احنا لنا ترى لنا امل ان نخش البطوله، بس ما اتوقع ان احنا نفوز. لا ان شاء الله ما عليك. طيب الاعدادات هي بسيطه، نختار مضمار معين، حيجيك كل الاعدادات والاشياء ذي والشروط حق المسابقه في الديسكربشن تحت، واضح، تخش الرابط تقرا كل الشروط، لازم يكون اللغه العربيه موجوده، الجهاز باللغه العربيه، حسابك خليجي، من هذا الشروط لانه اكس بوكس السعوديه مسوينها، فلا بد يكون حسابك خليجي، وبس اشياء بسيطه تقرا كذا تلعب، وانا بلعب بالمضمار هذا اللي محددين لي اياه، تختار اي سياره ونبدا. هو فين؟ طيب الحين هذا هو المضمار، جبال الألب يلب قلبه، وايضا حلبة النادي، المسار لازم تختار المسار وحلبة النادي بالضبط. اوكي، ومن ثلاث جولات ثلاث لفات من غير كمبيوتر، من غير اي احد، سابق نفسك يعني بالعربي، سابق نفسك. ايوه، بدون ما تحط كمان، يقول لك اذا حطيت اللي عاده لما تخبط ايوه يقول لك خلاص ما ينحسب شيء. اوكي، انا اتوقع اني حفوز ان شاء الله، بس دقيقة استنى، هو 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 أنا حفوزهم صح؟ يمين بالله يا إني عدمت الجنب بشكل، معلش ما يهم، خربت السيارة ما خربتها، أهم شيء إني أفوز صح؟ صح؟ والله السيارة السريعة والله ما تمسك، والله إنها تجري 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 تجري، تلعب بذا يا ولد. إيش في حاجة ثانية كنت أتذكرها في 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 المزراتي كرتها مو مستخدم أكيد والله ما راح يعطيك اياه مستخدم، والله يقولون سريع السياره ايطاليه يعني شيء اكيد. آه يا اخوي جبت ام الجدار والله يا رجال. انا والله العظيم حرام انهم يعطوني كفر كرسيدا، والله العظيم مو سياره مزارات، بس يعني نحاول نشارك، المشاركه ببلاش مو صحيح؟ لا صحيح، قد ما تقدر خيارك. يا والله لعب الغشام، حتى اذا ثلاث دورات ما عجبتك خذ لك ثلاث دورات ثانيه وشارك. اي صح 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 صح، عنديك قد ما تقدر تتدرب. متى اخر موعد؟ اني ارفع يوم 19، يوم 19 اخر موعد 19 ديسمبر ان شاء الله. يا اخوان هذه السياره من مين مصنعينها؟ والله ما تلف ما تلف ولا تلف والله، يعني مصنعينها انها تمشي على خط واحد بس. يوم 19 تقول لي يعني عندهم كم الحين؟ اليوم احنا كم اليوم؟ حاجه اليوم 12 ولا 13؟ لا والله وين اليوم كم، 15 14 يعني عندنا 5 ايام تقدر تتدرب فيها، 5 ايام تتدرب فيها، والله هي حاجه حلوه. اختار السيارة تناسب واجلس حذف ولفلف، اما اللفة الثانية هدي. طيب اتوقع الخط الاحمر اي خط احمد والله ما اعرف، لما تشوف الخط لونه احمر يعني هدي اتوقع، هذا اللي فهمته. ازرق انفرد اي صح صح، اصفر يعني ها، بس انا ما امشي بالقانون، انا انسان صايع، انا داشر يا ولد، انا قوي ما امشي بالنظام، انا مرة جاي لازم يحسنون في تسميتهم لل يا ابوي جدار ضاع والله يا عدمت الدنيا، اقسم بالله هو الوحيد اللي اصفق فيه. من هو رجل والله تنصده نصد كذا رايح له؟ لا لا ماني قاصده يا شيخ، هو بس ما يبغى يلف معايا. شوف هذه اللفه قوي، يبغى لي اضبط بركات. سيارتكم تعبانه يا الطليان، ما تعرف تصمم سيارات يا لبي الياباني، بس هايلكس هايلكس يا لبي الهلي، ما في هايلوكس في فورزا. هايلوكس ياباني؟ تويوتا، ايش فيك؟ اي صح، ايش فيك؟ ضيعت افايد العلم. طيب الديتسن بعد؟ الديتسن نيسان. اي طيب خلاص، اي كلهم هذول راعين الونتات كله عند اليابانيين. يرحم والدينك، اهدي 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 اهدي، ما لو لفيت تروح تنقز المنطقه الثانيه، قلت تخيل اسيب الطاره ونشوف وين توقف هي من نفسها. يعني السنه اللي فاتت شفنا الفايز كان ما شاء الله عمره كم، 17 سنه شيء زي كذا. اي 17 الموسم، ايوه اخذ الموستنج ومعه رخصه ما شاء الله تبارك. اخذ الموستنج والله فاز فيه، وكان لعبه والله حريف، بس كل شوف كلهم ان شاء الله كلكم حتفوزوا، بس اللهم يجلس وتدرب زين. ها تعرف تدرب زين وممكن تجيبه ترى، والله اتوقع انك فايز عليه، ما يحتاج ابدا ابدا. شد يا مسلم الحين تحس فيه ليش قاعد يهز؟ يوريك انه تنفض السياره، ترى هذا الجدار حقي، هذا هذا الماركه حقتي، لا تقرب منه. الدور ايش جدار ثاني؟ الدور جدار يحدني ولا حاجه، السياره قاعده تحوس. اي لا 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 ترى لفتها قويه هي، يعني مو تحوس انت عارف، لا ما
هي السيارة كلها على بعض عبيطة. هي خلي جدار يمشيها، فمشيه كذا، خليه يدقر في الجدار والجدار يدفدفها كل شوية. يا لطيف، أعوذ بالله، أعوذ بالله، تخيلوا هذه السيارة في يدي في الحقيقة. خمس دقائق وأنا ميت خلاص ما فيها. هذا جدارك عمران؟ كله جدراني كله. شوف أي شيء على اليمين حقي، كله حق في اليسار، ما عندي مشكلة. الكفرات اللي ورا سويت مطرود من السباق انت خلاص. ايش سويت؟ مالي صراحه مطرود من السباق، اذا ضغط واي يرد لك. سوي ريوايند. انا ادور بريك ثاني غير هذا. ما البريك الثاني بي اكس اكس، هذا لو انا وياك على فكره ترى اللي يسوي مونتاج او اي حاجه في مشاركته على طول. اي صح صح صح، لعب المونتاج تسوي فيه من كوذيك وذيك ترى نشوف احنا ترى يعني اللي يا اما تسوي كابتشر للسباق كامل او حتى تسجيل عن طريق الجوال. عن طريق الجوال بس يكون واضح، يعني يكون انشاف، نعرف ايش قاعد يصير، نشوف الارقام، عشان الارقام مهمه جدا. يعني جوالات جديده كلها تصور كويس، يعني بس شغل اضاءه في الغرفه وحتصور زي الحلاوه. وايضا بالفيديو اي كاميرا تزبط، ويفضل بالجاتو. فنقاط تم الحصول عليها. ليش؟ لاني تعلمت. شكلك احسن مني، شفت حركه جديده. يا ابوي هذا ايام ايش اسمه ذي، ايام الاتاري وغيرها ذي، ابو النقزه بطلوها خلاص. زين ترى فوق كذا قاعد نلعب ال 4K. انت حاس فيها ال 4K؟ اي 4K الاكس بوكس 1 اكس قاعد نلعب فورزا. وما شاء الله سموث وسلسه كذا بكل وبكل بساطه شغاله اللعبه. تحس ان اللعبه مره شغاله وهي مرتاح، يعني حتى الجهاز يمكن ما شاء الله عليه مرتاح. 4K و60 فريم، يعني والله وصلنا لمرحله مره متقدمه على اقوى جهاز كونسول منزلي حاليا. على حسب الجدار في يدور. لا الجدار ما عليك حيردني. كويس انا متعمد عشان يردني. كويس انه ردك. والله 200 يا ولد، 300 وصلت 300 والله، 250 افضل لفه. 27 عند كم؟ والله ما ادري بس طيب طلعها بعد شوي. ليه بطلعها في المونتاج؟ اتفرج مره ثانيه يا اخي، خليها تعدي على خير، ما بفضح نفسي بزياده. اوبا، اجل عبد الله فاز علي في اول مره. ايش دراك؟ انا ما ابغى اطلع النتيجه لاني حافظ النتيجه وعارف انها مره غير مشرفه، فمشرفه قصدي مشرفه. بس كذا سياره مزراتي يا لب قلبي 2018. لا هذول حيتاهلون. بالله والله انا متاهلون من السعوديه. ايوه حيروحون للامارات الفاينلز. اوبا، في الامارات كم واحد حيقابله؟ ما ادري والله، كثير. وراك مشوار ترى. مزراتي ما يعطوك اياها كذا على طول خذها، لا وراك يعني مشوار قوي. اوكي، يعطيك الف عافيه على المتابعه، وان شاء الله اللي 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 شارك باذن الله ان شاء الله كلكم تفوزون باذن الله. يعطيكم الف عافيه، كان معكم عمران حازمي و عبد الله الدوسري. الله يحييك. لا تنسون الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.